صباحكم الله بالخير حبايب طيبين، ونبدي ويا هذا الحلو. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله ما شاء الله. عندي بيوز الافراف مال طير الحب، اضيف له النجاره طبعا حتى للنظافه، بعد لان بيتي حيصير وسخ. واصور ذني البيضات الثانيه ما راح يفكسن، لان عبرا على وقتهن. هسه راح انظف البيت واحط له نجاره. صار بهذا الشكل سرجحن سلمو طيبه. لبيتين هدرة ما فرقت. مثلاً يطير فوق. خلصت عليه. صفى شوي شمس. بس ما شاء الله تصويره كلش حلو. شوي شمس الصورة كلها. بيضات. ليش؟ طبعا طبعا بالكاميرا مو حلو التصوير، بس بالحقيقه احلى بهواي. يعني هسه انا مسوي عدسه واسعه مو مبين مكان صغير. ما شاء الله حيل. هواي خوش ترتيب هواي مال الشقق. اي هاي طوب شمس بس بطبوا بمطر. والله ترتيب حلو. محمد هذا القفص لك ايش فيه؟ بي هذا دايموند. لا احسن احسن العش كبير. لا لا والله مو صحيح، ابو الالفين احسن. حجمه مناسب يصير ومريح حتى للانجليزي. ابو علاء ملموم. يعني مثل هيك حجم. اي عافيه، جرب حسره. يا ابو حطينا عيبته وشرب سيجاره غلط. طبعا محمد ترتيبه حلو المحميات، بس عنده شغله واحده انه هذين القناه مكانهم غلط. يعني الطيور هنا تطير تقع على الخانه، اسف هذين الطيور وقعت على الخانه. اللي يدرقن على كيل على الموي على هذا، فقلنا له شيل هذين الخانات كلهن خليهن بهذا القفص اللي وراي على الموسم الجاي ان شاء الله. فليش حرامات يعني يضيع هذا الموسم؟ يقول له اذا بدل السقف، لا السقف خليه مشمع يمشيك هذا الموسم، والموسم الجاي فل السقف مالته والامور طيبه. يعني هسه هن من هناك يعني هاتن منا يطيرن على هناك. شوف هلا جاي لعبن على القص، هذا الشيء غلط. بسم الله ما شاء الله. عندي فرق هنا تو جاي فقس. اشوفكم وياه اللي هو هذاك وينه.
السلام عليكم شباب، اليوم جبت هاي الأكاسية الأفريقية وأكاسية مصرية، وهنا أكاسية أفريقية وهنا صفحة أكاسية مصرية. اليوم سويت تنويع، جايز هنا هاي نظام التقبيض. هاي من تكبر هاي الافريقية كلش حلوة، بعد الورقة ما تشكبر تخبل. أنا أريد هاي الصفحة كلها تصير خضار. إن شاء الله الله يرزقنا بيهن. بسم الله ما شاء الله. هذني حاليا تون جاي فقسن. ثلاثة. جاي صور بابا. لا ماكو شيء. ايه قافلة. بابا دقيقة جا صور. بسم الله ما شاء الله. لاني محتاجات التعجيل هسه حكي لهن. اللهم صل على محمد وآل محمد. شنو هذا؟ اعتقد البيت ما شفت يلا، لان اول شكل هيك يبني. وعندي هذا هنا حاليا بافراغ خمين. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللي يقول لي يا قيوم ولد، يقول لي انت ما تصور الطيور. لا ليش ما تصور الطيور؟ اصور الطيور لاني قدامك الطيور. بسم الله ما شاء الله. هذني هسه حلقهن خمس افراخ من الحلقات. صباح الخير شباب. طبعا انا جاي اشوف الصبح شنو وضع الاشجار، الامور طيبه ما ذبلن يعني ماكو شيء. احتاج مواد تعشيش، ما عندي. كان عندي هاي النخلة والحجي جاب له واحد وفلسها تفلس بعد، حتى ما بيها مجال. مين اجيب؟ عندي هاي الوصلة الصراحة قصصها شوية، بيها نص تقريبا ربع متر. هنسويهم بيض للأفراخ. خليكم ويانا وجاكم البيض بالجزار. شوف بابا أنا أقدم لهن. خاصة عندنا أفراخ، شوف شلون ينتظر الاكل.
شوف الحمام ليك يبيض. لا وصلتكم. اللهم صل على محمد وآل محمد. زعترتين بلا ايش. الوجبة الثانية شنو اخبارها؟ هاي هنا فرخة انا ادري بيها فرخة. انا عندي اثنين بالفستك. اللهم صل على محمد وآل محمد. هم اثنين. بس هذا عندي هذا مشكلة الاحمر ما اعرف شنو مشكلته. بيض ما جاي فرخ. بعد العلم البيض شاد. هاي بيضة خربانة اول واحدة باعوها مبينه. هاي شادة. يلا انتظرنا عادي ماكو اي مشكلة. اطلع برا حتى ياكلن الاكل. شباب نحكي على موضوع الجهوزية مع الطيور. الجهوزية مع الطيور اللي تعرف انه الطير طالع من موسم صيف. والموسم الصيف مهما تقدم انت من شغلات تدعم الطير يظل الطير بحاجة له. ليش؟ لان فقدانه يكون يوميا بالصيف. يوميا يفقد شغلات من جسمه سواء كانت فيتامينات بروتينات عناصر غذائية مثل حديد ونحاس وكالسيوم وشغلات مثل الأملاح المعدنية. هذا كله طير ينقصه وين؟ بالحر بالإجهاد بالتغيير الريش. احنا المفروض هسه من عندنا شنو؟ احنا هسه احنا واحدنا من يجي الموسم ها شو النثاية ما بيضا ها شو النثاية بيضا اثنين ها شو البيض مشات. ليش البيض جاي الفرق جاي من داخل البيضة؟ استاذي حبيبي انت المفروض انت من الصيف تدعم. يعني انت مو جاي هسه بداية الموسم تدعم وهذا لا. من الصيف الراح انت وياهن تقدمهن بين يوم ويوم كل 3 ايام يوم. المهم ما تقطع عنهن بيض فيتامين كالسيوم يعني ملتي فيتامين كيفك. المهم ما تقطع تنوع بالاكل. يعني اذا الصيف كله حابسين مي ودخن مي ودخن ايش راح يبقى بيطير؟ يعني اول شيء حيضعف. وثانيا على تجهيز الموسم انا اريد اقول لكم مثلا الطيور ما تبيض. ليش؟ اكو طيور بهندوت ديدان ما تبيض تباعه ما بيشي. هناك الطير خمل وخله زاويه نفش ريشه وقعد وقت الاكل ياكل هواي بس وقت باقي اليوم يروح ياخذ زاويه قاعد. لازم تقدم علاج مال ديدان. فيعني مثل ما احنا نريد من عندهم لازم نعطيهم لان تعرف ان الطيور قابل هو الكبرى. انا يعني ما اطول عليكم واي شيء تحتاجون اكتبوا لي بالتعليقات اي شيء يخص العلاجات او الادويه او اي شيء اللي اعرفه ما اقصر بيه ان شاء الله وتدللون. واخيرا زهر خراب عرق اللي انتظرته. هذا لون البرتقالي هذا الاحمر هذا الاصفر هذا الوردي وهذا الابيض. ذاك الوردي فاتح وهذا الورد الثاني شباب. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسونا باللايك والمشاركة وكلمة حلوة. أخوكم حيدر القريشي. انتظرونا فيديو جديد إن شاء الله ما نطول عليكم. في أمان الله.